طيب نروح دلوقتي هنا، لأنه بكل أسف وبسبب توك توك في حادثة قتل فيها 5 وأصيب 3 في مشاجرة ما بين عائلتين، الكلام ده في هنا في صعيد مصر. القتلى 5 بالمناسبة بينهم سيدتان، والمشاجرة سببها اصطدام توك توك بسيدة خلال سيرها في الشارع. دي المعلومات اللي عندي، بس ربما يبقى في مزيد من المعلومات مع أسامة الهواري مدير مكتب الأهرام في هنا. أسامة مساء الخير، يا ترى ايه الجديد عندك عن هذا الموضوع؟ مساء الخير استاذ معتز، كما ذكرت حضرتك ربما نزيد عنه قليلا ان عدد القتلى وصل الى 6 قتلى في ذات الامر، وهو حادث في قريه اولاد سمك ونجع الحجر التابعتين للقريه الام اولاد عمرو، والمصابين عددهم 2. الحادث بدا كما ذكرت حضرتك بالامس بعد اصطدام توك توك بسيده مسنه، على أثرها قام بعض أهالي قرية نجع حجر بالاعتداء على سائق التوك توك نتيجة لسرعته الزائدة، إلا أن والده ويعمل عريف شرطة للأسف قام صباح اليوم بجمع عدد من أقاربه وزويه وقاموا باستقلال سيارة نقل محملين بالأسلحة وفتحوا النيران على أهالي القرية الأخرى الذين اعتدوا على نجله. تسبب الأمر كما ذكرت لك في مقتل 5 وقتل هو السبب في الحادث نفسه، وهو عارف الشرطة قتل احتمال قتل بعدها ولا قتل في نفس هذه المعركة؟ لا قتل في نفس هذه المعركة، المؤشر الأمني بيدل أنه قتل من أبناء عمومته نتيجة لأن الطرف الآخر لم يكن على يعني كان تفهم أن الأمر قد انتهى تماما بعد مصالحة كانت بالأمس وجهود بذلت بالأمس من أجهزة الأمن، لأنه يعني وصل العدد إلى 6 قتلى منهم المحرض على القتل إن صح التعبير. يعني هي فتنة كده حصلت بعد ما حادثة سير حصلت بتحصل في كل وقت وفي كل مكان، إن في توك توك بيصطدم بأحد المرة فحصلت فتنة، والفتنة دي على حسب ما فهمت يا أسامة ما بين أهالي قريتين في هنا. بالضبط يا فندم، وأنا عايز أقول لحضرتك إن لولا وجود الأمن صراحة اليوم كان تسبب الأمر في بحر من الدم. ألقي القبض على 6 حتى الآن من أهالي قرية أولاد سمك من أقارب المذكور أو المتهمين بمشاركته بفتح النيران. التواجد تحولت إلى سكنة عسكرية بمعنى الكلمة، قريتين عددهم السكاني بالآلاف، القريتين على آخرهم، قرية تريد الثأر من قرية رأت أنها اعتدت عليها بدون أي سبب، يعني يدعو إلى القتل والدم وهذا بحر. بتقول لي يا أسامة معلش أنا آسف بقطعك، بس يعني معلش ما هو بتقول لي بحر من الدم كان يمكن أن يقع بسبب اصطدام التوك توك بالسيدة بعد ما 6 اتقتلوا في نص ساعة، هو في بحر دم أكتر من كده؟ والله يا أستاذ معتز ممكن يبقى أكتر من كده، يعني لولا أن ربنا لطيف بينا، وان هو يعني الصعيد هنا كما تعلم يعني الاسلحه اللي جايه من ليبيا كتيره جدا الفتره اللي فاتت بعد الثوره بقت كتيره جدا، ومن ثم يعني ناس الثأر دي معروف يعني عادات هنا في الصعيد متاصله لديهم، فربنا يستر وبنعول كثيرا. طيب. على دور الامن المحرر الجاي ربنا معانا جميعا. بشكرك جدا على هذه المعلومات اسامه الهواري مدير مكتب الاهرام في هنا. يا ترى